السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ معكم أخوكم ياسر، كيف حالكم؟ إن شاء الله كلكم بخير وتمام وماشي الأمور وكل شيء كويس. أولا حبيت أشكر ديفلز جيم على وضع هذه البطولة. الصراحة أول مرة نشوف بطولة زي كذا من ناحية الفكرة نفسها ووضع المجموعات. أول بطولة وإن شاء الله ما تكون آخر بطولة، فيعطيكم ألف عافية ديفلز جيم. اليوم جايب لكم جيم بلاي مودرن وورفير 3. بصراحة الحين مو حاط قدامي جيم بلاي لاني ما ادري كم بيكون طول الكومنتري، لكن مودرن وورفير 3 المهم ادري اللعبه هذه نص الشعب زهقانين منها خلاص وما ودهم يشوفونها، لكن النص الثاني يحبها، فقلنا نجيب لكم مودرن وورفير 3. الموضوع اللي بتكلم عنه اليوم، الموضوع للاسف شيء منتشر عندنا في المجتمع العربي، كنت بقول كوميونتي عربي لكن ادري في ناس كثار زهقانين من الكلمه هذه ما ودهم يسمعونها. فالمجتمع العربي شيء منتشر عندنا في المجتمع العربي للاسف ومهم جدا وما له داعي وغلط صراحه، هذا رايي انا، اشوف انه غلط لكن في ناس كثير يسوونه. الشيء هذا هو وضع الاغاني في المقاطع. طبعا قبل ما تحطون ديسلايك وتطلعون من المقطع وتقولون يا اخي جيب لنا موضوع يفتح النفس ويونسنا، لا صراحه هذا موضوع مهم ولازم الواحد يتكلم عنه. الحين بعطيكم مثال، قولوا مثلا واحد عنده فيديو مونتاج حط فيه اغنية، رفع المونتاج جاته حوالي قول 20,000 مشاهدة. طيب هل تدري يا راعي المونتاج يا اللي رفع الفيديو يا اللي جاته 20,000 مشاهدة انك انت الحين كأنك سمعت الاغنية 20,000 مرة؟ ابغاك تتخيلها بس، شوف في عدد الذنوب اللي اخذتها، يعني عدد كبير جدا جدا جدا. ادري ان في ناس الحين بيقولون يا اخي توك بزر ولا تسوي لي فيها مطوع ومدري كيف، انا لا ماني مطوع بالعكس، انا انسان طبيعي زي زيك، لكن هذه نصيحة من اخ لاخ يعني. وانا ما عندي خبرة في الموضوع هذا يعني، لكن بقول لكم اللي عندي يعني. فتخيل 20,000 مرة، كأنك سمعت الاغنية 20,000 مرة. عدد كبير مرة من الذنوب اللي بتجيك، وهذا شيء غلط صراحة، شيء ما له داعي، ما يسوى على فيديو يوتيوب في النهاية. في ناس طبعا يرفعون فيديوهات يقولون تعرف لو حطيت اغاني في مقاطع الناس بيتحمسون معي ويعطوني لايكات واصير معروف ومدري كيف. يا اخي لا ما يسوى الموضوع، والله ما يسوى الموضوع على 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 شهره يعني، واصلا ما فيها شهره تراها يوتيوب يعني. ترفع فيديو تحط فيه اغنيه يجونك مشتركين كثار، لايكات فيفرتات، طيب ما يسوى الموضوع في النهايه. يعني هذا الشيء ما ي... ما ي... ما يبرر وضع الاغنيه، مو سبب هذا. فواللي يقول لك مثلا في ناس بيسوون لي انسبسكرايب لاني ما حطيت الاغنيه وتصير مقاطع، يا اخي اسحب عليهم هذول وش عليك منهم يعني؟ بالله الواحد بيسوي لك سبسكرايب على اغنيه؟ لا بالعكس، الواحد بيسوي لك سبسكرايب مثلا عشان عاجبه اسلوبك، عشان اللقطه مثلا حلوه، بس مو عشان الاغنيه. اللي عشان الاغنيه مع نفسه حد يروح يحمل الاغنيه في 500 الف موقع. فهذا شيء. فللاسف يعني في ناس كثار يحطون اغاني ويعرفون طبعا حكم الاغاني، الكل يعرف انه حرام لكن الناس ما عليهم، يقولون عادي يا رجال مشي. يعني شيء طبيعي، الناس كلهم يحطون اغاني، ليش انا ما احط اغاني؟ لا بالعكس، مو معناته الناس كلهم يحطون اغاني معناته الشيء هذا صح. انا عن نفسي كنت احط اغاني في مقاطعي ايام اول قبل ما وصلت 200 مشترك، الحين يعني الحمد لله وصلت 3000 تقريبا. كنت احط اغاني في مقاطعي وحطيت اغنيه في مقطع مره وجاتها 1000 مشاهده على طول. فبالنسبة لواحد كان عنده 100 سبسكرايبر تقريبا، 1000 مشاهده تعتبر كويسه مره، وافتليت انا يعني. لكن صحيت كذا يوم وكذا قلت لنفسي عفوا، قلت لنفسي يا اخي وش اسوي ياسر؟ ليه يعني ليه حط اغاني؟ على طول مسحت الاغاني اللي عندي على القناه والحمد لله مسحتها، لاني لو تركت الفيديو هذاك اتوقع كان وصل الحين بالراحه 30,000 مشاهده، لانه وقتها كان وصل 1000، وصل 1000 بفتره قليله يعني بيومين تقريبا. بتقولون 1000 قليل، لكن يعني كان عندي 100 مشترك ف1000 كويسه، وهذا الكلام قبل سنه، فكان وصل 30,000 يمكن. وشوف الذنوب اللي كان اخذتها يعني ما تسوى. فالحمد لله اني مسحته ومسحت المقاطع الثانيه. وجاتني فتره قبل حوالي 3 4 شهور ايام بلاك اوبس او 6 شهور تقدر تقول،
قاعد تجمع لقطات على اساس اني بسوي مونتاج، وتحمست كذا ويلا يلا لقطات، وجمعت حوالي 10 لقطات. بعدين تذكرت يا اخي، قلت لو رفعت مونتاج طيب لازم لازم احط فيه اغنيه، لان المونتاج مره يعني ما ينفع احط فيه اناشيد ولا شيء زي كذا، لا لازم اغنيه، لكن ما اقدر احط اغنيه يا اخي عشان الذنوب زي كذا. فبطلت خلاص، بطلت اسوي مونتاج. ف يعني في اكثر من طريقه، في اكثر من شيء يمديك تسويه. لو هذا لو ما تبغى تحط اغاني، يمديك مثلا تحول على الاغاني اللي مو الاغاني اللي شو اسمها الاصوات بالفم هذه، والله العالم انها ان حكمها مباح. يمديك تكنسل المونتاج مره واحده يعني مو مشكله. فبس هذا اللي حبيت اتكلم عنه، يعني للاسف موضوع شيء منتشر عندنا. واتمنى اي واحد حط اغاني بمقاطع يشيل الاغاني يا اخي، والله يعني صدقني بتستانس لو شلتها وبترتاح. وبتقولون طيب يا اخي، بما انك داخل بطولة ليش ما جبت لنا موضوع يعني احلى كذا يحمسنا وناسة، وليش ما خليت الموضوع هذا لقناتك؟ انا بقول لكم ليش، لاني لو رفعت الفيديو هذا على قناتي قول بتجي 5000 مشاهدة، هذا اكثر شيء يعني. لكن لو رفعت الحين على قناة ديبلز جيم ما يقصرون، ان شاء الله تجي اكثر، وانا بوصل الرسالة هذه لاكبر عدد من المشاهدين، النصيحة هذه لاكبر عدد من المشاهدين. فاتمنى انكم استفدتوا، ولا احد يحط سلايك ادري اني تفلسفت وزي كذا، لكن سلكوا لي انت عاد. وزي ما قلت اتمنى من اي واحد حاط اغاني بمقاطع يشيلها، الموضوع يعني ما له داعي. فبس هذا اللي حبيت اتكلم عنه. لا تنسون اللي عجب المقطع يحط لايك، فيفرت لو تبغون. اتمنى لك التوفيق يا عادل، تستحق الفوز الصراحه. ويلا مشكورين ديفلز جيم، ويلا يعطيكم الف عافيه. سلام. You're confirmed.